أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الخارجية التركية تعلن موافقتها على اقتراح روسي بتأجيل الاجتماع الرباعي بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسلطة الأسد في موسكو. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة يعلن ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا إلى 580 إصابة بعد تسجيل إصابتين جديدتين بريف حلب. المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لتركيا و108 مليارات يورو لسوريا بغية إعادة الإعمار بعد زلزال شباط. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المجتمع الدولي بعيد عن الظروف التي تسمح بالتوصل إلى تسوية سلمية لجميع الأطراف في سوريا. تحت شعار ثورتنا وطنية ومطلبنا الحرية، الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري يقيم فعالية بمناسبة ذكرى الثورة. وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من الأطباء في المكتب الصحي لموسم الحج القادم.